يا أيها المبعوث برحمات منزلا باليمن والبركات صلى عليك الله يا خير الورى من طاب للميثاق بالدعوات يا أيها المبعوث برحمات منزلا باليمن والبركات صلى عليك الله يا خير الورى ظنوا بأن سهامهم ستنال من قد حباه الله خير صفاتي من كان ثالثه الإله مؤيدا لما احتمى في الغار في الظلمات ظنوا بأن سهامهم ستنال من